في عدالة بهالأرض، شوفي عالم محرومين القدر بيفرض حاله، فرض الظلم بيحصد مظلومين. مصيرٌ مجهول، حقٌ ضايع مش مقبول، سيفه عرقابٌ مسلول، مين بيسأل عنهن مين؟ مصيرٌ مجهول، حقٌ ضايع مش مقبول، سيفه عرقابٌ مسلول، مين بيسأل عنهن مين؟ شرد هالجوع العينين المليان دموع، قلب محروق وموجوع، متروكين ومنسيين. الناس اللي شرد هالجوع العينين المليان دموع، قلب محروق وموجوع، متروكين مش مسموع، درب شوك كل طلوع، مرق عليهم ألف قطوع، داقوا من هالمر سنين. يلي صوت مش مسموع، درب شوك كل طلوع، مرق عليهم ألف قطوع، وداقوا من هالمر سنين. ما في عدالة بهالأرض، شوفي عالم محرومين القدر بيفرض حاله، فرض الظلم بيحصد مظلومين. كتار المصير مجهول، حق ضايع مش مقبول، سيفه عرقاب مسلول، مين بيسأل عنهن مين؟ مين؟ شو هيدا؟ هيدا آخر ذكرى منك. وقفي نكفيك، تعبت. وأنا لا؟ بعد جمعة بدي أتجوز رجل تاني، رجل بحبني وبيحترمني، بده يعمل معي عائلة وبيت ومستقبل. وأنا لا، رجل وعدته أني أكون وفية معه من النهار اللي قلت له إيه، بقبل أتجوزك.
مش مظبوطة ارجع عن كلمتي معه. ما بيستحق مني هيك شيء. لو شو ما كان هو ما غلط معي بشي. أنا كمان ما بقى بدي أكون ضعيفة هيك. ما بدي أتجوز وضل خايفة كل ما ألتقى فيك أضعف وأغلط. مش مظبوطة، لا إله مظبوطة ولا لإلك مظبوطة. مشان هيك يمكن أحسن إذا بتفل كرملنا اتنيناتنا. بطلت تحبيني؟ خلص؟ مش مهم إذا بحبك أو لا. شو المهم لكن؟ شو هو المهم؟ شو هو المهم؟ لك انت شو عم تعملي هون؟ انت شو عم تعمل هون؟ خدو وسيم انت ما تتدخلي، عملي معروف طلعي بسيارتك ورجعي على البيت. لك ليش؟ ليش؟ مع سيزن عندنا اثبات انه هو اللي قتل مرته. اثبتت؟ اثبت شو؟ مع اساس انه كنا قلت لك انت ما تتدخلي. مش معقول يكون هو قتل مرته. بلا معقول، ليه مش معقول؟ لانه ليله الجريمه انا كنت معه بالبيت كل الليل. لحقيني على المركز. مش جوعانة. مش جوعانة ولا ما عليك نفس؟ عرفانة. ايه مش وحدك. قولك آية هي بالآخر رح تطلع اللي أخذت القرار الصح؟ والله ما عادت عارفانة شي من شي. وأنت ما ندمت إنك تجوزتي طلال؟ ولا لحظة. أوف عن جد؟ إنه ولا لحظة فكرتي لو طولتي بالك شوي كنت أخذتي عريس أحسن منه؟ أحسن مثل مين؟ مثل سلمان؟ مش ضروري مثل سلمان، بس بركي حدا مثله عقله براسه بحبك وبريحك بحياتك. طلال كان بيموت فيني وقتل حاله كرمالي يريحني. قتل حاله بكل معنى الكلمة. ما أنا هيدا قصدي، إنه الحب المجنون بخلي الواحد يتهور ويعمل قصص مش لازم يعملها. طلال يمكن غلطته إنه راح أبعد من اللزوم وبالآخر طلعت براسنا، يمكن لأنه ما كان عنده خيارات تانية. بس لو ما خاطر ما كان رح يقدر يعمل شيء بحياته. ما فيك تحصلي على اللي بدك اياه بدون ما تخاطري. ما بعرف، انا مثلا من الاول وقت تجوزت مروان كنت عارفه انه هو حدا صعب كثير العيشه معه. مع هيك خطرت وتجوزته، كنت مفكره انه الحب بكفي. وشوفي شو صار فيي، طلع الحب ما بكفي. بس هو السبب الاول والاخير بكل شيء بيعملوه الناس، المنيح والعاطل. يمكن. قولك آية رح تندم إنه نقيت وسيم بدل طارق؟ إن شاء الله لا. سيدنا دونزيل هيا جلول برا بدها تشوفك.
تفضلي. ليش هيك عملتي؟ عملتي اللي انت كنت لازم تعمله. شو يعني؟ يعني عم بتضيع وقتك على الشخص الغلط. نبش على الحقيقة وسيم. أنا وأنت منعرف إنه صار لك فترة شاكك بالحقيقة، بس رافض تشوفها لأنك حاطط عيونك بالمطرح الغلط. حاططهم بقلبك. أنا برفض إنك تكون بتحبني أكثر من حياة إنسان بريء. ما بديك تحبني بهالطريقة. أنا قلت لك ما بعتقل حدا إذا ما عندي أدلة، شو عم تحكي أنت؟ أنا وأنت منعرف إنه طارق مش ممكن يقتل إنسان، لو شو ما كان ما عنده القدرة يقتل. شو عرفك إنه ما بيقدر يقتل؟ كل الناس فيها تقتل إذا انحطت بالظروف والدوافع المضبوطة. مش طارق. ليه؟ لأنك بتحبيه؟ كنت عنده ليلة الجريمة وعم تغطي عليه. ايه كنت عنده. رح ارجع عدلك السؤال. كنت عنده ليلة الجريمة او عم تغطي عليه؟ كنت عنده. طب ليه؟ ليه كنت عنده؟ ايه ليش كنت عنده؟ لزيت السبب يلي قلت لك اليوم في اني كنت عنده بهديك الليلة. لزيت السبب يلي رح اشهد فيه قدام المحكمة إذا أخذته على المحكمة. رح أقول إني كنت عنده وإنه ما تركنا بي ولا لحظة وما فل من البيت ولا دقيقة. لأنه وقتها كنت أخذه على مشنقته. كان لازم أقرر بسرعة. يا بخسرك أنت كرماله يا بخسره هو كرمالك. فضلت الحقيقة. طب أنا كم مرة سألتك إذا بعدك بتحبيه أو لا؟ كم مرة سألتك؟ ليه ما كان عندك الجرأة تقولي لي إنه بعدك بتحبيه؟ لأنه كنت مقتنعة إنه طارق انتهى من حياتي من نهار اللي أنت فتت فيه حياتي. كنت مستعدة كفي معك على الآخر. بس لما رجعت شفته رجع مثل العاصفة وطيرني. ما بعدك عم تقولي إنه كنت عنده بليلة الجريمة. وسيم أنا قلت إفادتي ومش رح غيرها. نبش على الحقيقة. صدقني ما في شيء بدني بيريح قد الحقيقة. ما تعلميني شغلي بشرفك. بدك بعد شيء مني؟ أنا بعرف إنه يمكن يقطع أوقات اندم فيهم عليك وعلى قراري، بس إن شاء الله يكون الحب على قد المسؤولية اللي محملينه إياها. خمس دقايق. شو في؟ شو صار؟ قال في اثباتات بتقول انه انا اللي قتلت سلوى. شو هالحكي هيدا؟ شو جن؟ ما هو من الاساس كان كامش علي انه ما في حدا قدر يثبت معي وين كنت ليله الجريمه. وهيدا برايه اثبات كامل لحتى يتهمك بانك قتلتها؟ شو هالاكل الهوا هيدا؟ لك صديقي انا قادر امن لك اكبر محامي دفاعي ظهرت من السجن خلال يومين. ما تعطى الهم. ما بدي محامي دفاعي. في عندي واحد. مين عندك؟ آية. كيف يعني آية؟
لما اعتقلوني كانت آية عندي، كان جاي تنهي علاقتنا، بس الله لهمها باللحظة الحاسمة وقالت له للرائد إنه كانت عندي وقت الجريمة بقلب البيت. هلا هيك قالت له الخطيبة؟ نعم. طيب ليك هلا هي عن جد كانت عندك؟ لوك صار لي وقت ما رحت على بيروت ما شفتها. بده يكون الرائد خوتين هلا. شو بعمل له يصطفل؟ ما قلني له بتحبني وبحبها، فهم ما كان يفهم. والله يا صديقي أنا خايف ما يقوم ينتقم منك. يقوم يطلع يكون راسه أعوج ويطاوع القانون على ذوقه. شو رأيك؟ ما بعرف. طيب أنا رح أطلع أشوف شو الوضع وجرب أرجع خبرك. ماشي. بشوفك. سيدنا خير، شو بدك نعمل معه؟ أخلي سبيله. جيتوا بوقتكم، كنت طالع هلا لعندكم. شوفي آية يا ضحى. آية شو بها آية؟ لقيت العرس. دخيلكم دخيلكم، فوتوا فهموا منا شيء. ما عم بترد علي، مقفلة الباب على حالها وما عم تحكيني. فوتوا فوتوا فهموا لي منا شيء، بدي أعرف شو صاير معها. ليش عملت هيك؟ ما صدقنا الله إنه يعني نصيب يسوى. فوتوا وسكروا الباب وراكم، ما جاي عبالي احكي مع امي. شو بكي؟ شو صاير؟ تركنا انا ووسيم. بسبب القصة اللي صارت مع طارق؟ بسبب طارق يعني، بس مش بسبب ذات القصة. في شي جديد؟ احكي شو صار عن طارق. ما بعرف شو صار، شو ما صار خربتها. شو خربتها يعني؟ شو عملتي؟ لك طلعت لعنده لرد له الهدية، وبدي اقول له كنت انه خلص مش معقول نكفي هيك، لا منيحة الي ولا لوسيم ولا لإله. وبذات الوقت كان بدي خلص يعني اقطع له الامل كليا ويفل من هون ويبعد. ما بلاقي لك غير الدرك واصلين هن ووسيم وجايين يحبسوه. لطارق؟ ايه لطارق. قال عندهم اثبتت انه هو اللي قتل مرته. طارق؟ عجبك؟ تتخيل انت هالموضوع؟ اثبتت شو؟ ما بعرف يا اختي، شو ما كان، انت بتصدق انه طارق معقول يقتل؟ معقول طارق يعملها؟ طلال شغل بنات بالدعارة، وما كان حدا بيتصور انه بيعملها. شو قصدك؟ طارق ما ممكن يقتل، حتى لو قتل انا ما بصدقها. انا لهلا بعدني مش عم صدق. شو يعني هلا شدوه؟ ايه، حطوا له الكلب جد بايده واخذوه على الحبس. وانا صرت اساله لوسيم اثبتت شو؟ خي قل لي اثبتت شو؟ ما كان يقول لي. بعدين حط عيونه بالارض وما عاد يطلع فيني. ساعتها أنا هون فهمت. شو قصدك يعني إنه فبرك له إياه تهزته بالحبس ويتخلص منه؟ وشو عملتي؟ قلت له إنه طارق مش ممكن يكون هو اللي ارتكب الجريمة.
لأنه أنا كنت عنده ليلة الجريمة كل الليل وما تركته ولا دقيقة. هلأ هيك قلتي له لوسيم؟ وهو شو قال لك؟ هو ما قال شيء، يعني أخذوا طارق على الحبس وما حكيني ولا كلمة وقال لي تلحقوا على المركز. إيه ورحتي؟ هلأ بعدني جاي من هونيك. كملي. حكينا وأكيد مسكر راسه وسألني ليش عملت هيك وإذا مزبوط كنت عنده أو عم غطي عليه وهيك يعني. وأنت مزبوط كنت عنده أو عم تغطي عليه؟ إنه أكيد عم غطي عليه. ليش؟ شو ليش؟ ليش تخسري وسيم كرمال تغطي على طارق؟ شو قولك أنت؟ وطارق؟ شو بيه طارق؟ وينه هلأ؟ بعده بالحبس؟ ما بعرف، يمكن ممكن ينتقم منك ومنه ويزته بالحبس ويعطيه مقبض. ايه والله بقتل حالي، بقتل حالي. الو فللني. اوكي كثير منيح. حياتي ردي علي بليز، يلي عملتي اليوم مش مسحة. احكيني آية. المهم انت منيح؟ انا منيح بس تكوني انت حدي ومعي. خربت الدنيا كرمالي، بتحبيني او ما بتحبيني؟ فهميني آية، بدي اعرف. بحبك. ناطرك بالبيت ما تتأخري. اوكي حبيبتي. اوكي حبيبي. ما تطلعوا فيي هيك، بحبوه وانتهى الموضوع. وانت شو بدك تقولي لامك؟ ما تخافي عليها، سمعت كل شيء بتكون على البيت. يلا باي. مشغولة هاي. ايش داني؟ ايش قررت؟ ما بعرف. تعرف شو؟ دق لمروان انه يجي وبناخذ رأيه. يلا. الو؟ يا مروان وينك يا زلمة مختفي؟ بالشغل من شو بك؟ في شيء؟ ايه والله في، في كثير اشياء كمان. خيك اليوم داني كان خسر روحه وانا كنت خسرت كرشي وسلمان كان خسر رقبته. لو ما دخلت فرقة المدرعات وخلصتها من عمال خيك داني اليوم مدري وين كنا صرنا. ليه وليه شو صار؟ طيب ليه خيي بشرفك تعال هون، مش هقعد خلص كل كارت تشيج عليك، يعني تعال بدنا نستشيرك موضوع كثير مهم. طيب اوكي. قاعدين؟ ايه خيي قاعدين ناطرينك. يلا تعال. اوكي يلا باي. باي. ليك بشرفك اعطيني سيجارة. لا معي غيرها. بقول له جيب دخان معه. ايه ما انت شايف معي اثنين يونت بدك تخسرني اياهم. للزلمة. الو ايه ليك جيب معك دخان، هالشحاد افلس دخان كمان. باي. اللي بقلك اخي. ها جوبز شو حلو هالمنظر يا زلمه. ايه طلب صورك. اشرب دخان. دخلك؟ انت وين هالغايبه؟ وينك مخفي؟ حشتنا روق شوي، خذ نفس. تركتوا لي قهوه؟ ايه عق. شو الوضع؟ بدك تعيش حياه الجاكل بدك تدفع حقها يا استاذ. شرفك مروان مش ناقصني. ايه شوفي خبرني، كرزت عليك وبرتا؟ ما بدها تطلق؟ ان شاء الله قصه. يا خلصنا منها من زمان. شوفي
اخذوها على الحبس ويمكن ياخذوها على مصحة عقلي. يعني شيء منه تعمل فيي هيك؟ بس تعمل هيك بالولاد كمان؟ مجنونة ها؟ هيك معك حق. في قصة تانية حابين استشيرك فيها، أو بالأحرى مش عم بعرف آخذ قرار، خايف. اللي شوفه أنا بقصلك إياها. بتتذكر ميسا هيدي اللي على أساس إنه هي مجوزة وعلى أساس إنه في علاقة هويها، بس هو ما في علاقة هويها؟ إيه اللي أكل سكينة. أيوة عرفوا من وراها؟ ما هيدا هو لب الموضوع اللي جاي نسألك فيه، لأنه حضرة بيا استنفر وحط تحري لحتى يشوف، لأنه فجأة الدولة بتقرر إنها توعى، وفجأة مدري كيف هيك بتصير إنه مع الحرامة ضدها وديك العالم المنيح. إيه فكرمال هيك هيدا التحري الشاطر طلع زلق منه هيين، فاستنبش وشاف شو طلع معه بالتحريات، إنه نعم طلا وعبد الله هن اللي متورطين بهالقصة. الزبال؟ ما غيره؟ خد بقى هودي خي شو اسمه نعمة وعبد الله شيء هيك اساميهم، يا خي عايشين سوا ربيانين سوا، وابصر كمان شو بيعملوا سوا وبيقتلوا سوا. هيدا اللي بدنا نتاكد منه. شو خص اللي عملته روبرتا اليوم فيهم؟ هن واخذين الدرك، قالت له لسلمان انه يقول له لنعمة وعبد الله انه معهم الضوء الاخضر، وعملت له بايدها هيك. لا لا مش هيك، هيك عبد الله الزبال ونعمة؟ نعمة وعبد الله. يعانك يا روبرتا. يا ربي يا بنتي، يا ربي يا آية، كيف بتعملي في هيك؟ أنا وين بدي ودي وجهي من الناس؟ شو بدي أقول لأهل العريس؟ شو بدي أقول للمعازيم اللي كنا عازمينهم على العرس؟ إيه؟ ولك الله يسامحك يا آية، كيف بتعملي في هالضرب؟ خلص تونت روقيها. روقها؟ ولك كيف بدي روقها؟ والله العظيم انا قلبي كان ناقصني بس عرف انه رجع على الوجه النحس، انه بده يصير في كارثه انا بحياتي من هالنوع. الله يسامحك يا آية، يا عمي حدا بيستبدل عريس مثل وسيم بواحد شرشوح مرت مثل طارق بدران؟ الله لا يسامحك يا بنتي. معك حق معك حق، بس مش لازم نظلمه هالقد لطارق يا تونت، هو منه زلمه عاطل هالقد يعني. بعدين بنتك آية اللي عملته مش مسحه انها تلغي العرس هيك باخر دقيقه، بس مش معناتها انه طارق. ولا شو؟ هلا انت عم تدافعي عنه لهالشرشوح ابن الشارع؟ لا مش هيك، بس اول شيء طارق منه ابن شارع، بعدين انا ما عم بفهم ليش عم تحكي عنه هيك وانت انجا بتعرفي. ولا بدي اتعرف عليه. رشا قصدها انه طارق تغير تونت، يعني صح احواله كانت صعبه من كل النواحي وخاصه من بعد قصه بنته، بس هلا زبط احواله وتحسنت نفسيته وصار فنان مطلوب عم ببيع كل قطعه بينحطها ببلاوي. فنان؟ يا سعدك يا سميرة جلول، كان بعد ناقصني فنان، يا ريته ضلوا معمرجي، على القليل بضمن انه عقله براسه، بس انه فنان وبالاخرة كمان. بس آية بتحبه وهو بحبها، ويلي صار اليوم هو أكبر دليل على انه لو شو ما صار ولو شو ما قلتي وعملتي هي بتحبه وبدها إياه. مش يمكن أحسن روق عليها كلياتنا سوا، وبتعطيه فرصة لطارق تتعرف عليه، وبعدين بتقرري إذا بتقبلي فيه أو لا. أنت ما بدك تخسريها لآية، وبنتك بتكون مرتاحة ومبسوطة أكتر إذا أنت كنت راضية عنه. مش أنت هديك المرة قلتيلي إنه البنت ما بيسوى تتجوز غصب عن أهلها وتعيش بعيد عنهم وتعيش لوحدها؟ إيه بس هي بدها تراضيني مش أنا بدي راضيها. أوقات الأهل لازم يكسروا شوي طما يخسروا أولادهم، ما سامعة فيها؟ يعني بتحبوا وطه الموضوع. يدلي يدلي أنا على مصيبة كأنه بتكون راح تتنام عنده. يا تعتيري أنا، دخيلك يا بنتي دخيلك، تلفني لاتصلي فيها بركي بترد عليكي، أنا مش عم بترد علي، صرت دقت لها شي 100 مرة. الأحسن نتركها اليوم تروق وبكرة بنحكيها على رواق، لأنه ما حترد علينا. خلص يا طنط ما تعتلي هم، إذا ما كانت رجعت على البيت بكرة أنا بروح بشوف شو وضعه وبرجع على البيت. الله يسامحك يا آية، الله يسامحك يا آية على هالفضيحة. يقدرني صباحك. نمنا على الكنباية. أنت ما كنت تقبلي نام بالأوضة مثل العالم. راحتك حياتي. شو كيف نمتي؟ كوما. أنا كمان نمت كأنه أخيرا تعب 10 سنين نشيل عن ظهري. ما هو هيك حياتي.
لازم نتجوز على السريع. ليش بقى؟ شو ليش بقى؟ ما بدك نتجوز؟ بلا أكيد بدي إنه نتجوز، بس إنه ليش على السريع؟ آه على السريع، على السريع لأنه أول شيء أنا حابب أربطك فيي ربطة ثابتة كتير وما تفكي، وتاني شيء آخ يا ضهري أنا ما عاش فيي إنه عندك خلص. لا يا شيخ، من أيمتى؟ عم تتمسخري؟ لا أنا بتمسخر على كل العالم ما عداك أنت. بحبك. أنا مش بس بحبك، أنا بموت فيك. لك أنا بموت فيكي، بموت عليكي وبموت بلاكي. سيدنا داني الحاج برا وبدي اشوفك. مين داني الحاج؟ اللي اعتقلناه مرة كرمال قصة اللواط. روبرتا. ايه ايه خليه يفوت. حاضر. تفضل. أهلين داني، تفضل. قلي أنا من بعد إذنك عندي معلومة صغيرة بس يمكن تكون مهمة لقضية مدام ميسا. أنت شو علاقتك بميسا؟ ميسا صاحبتي، صديقتي يعني. شو هي المعلومة؟ امبارح إجوا الشباب ووقفوا روبرتا بالبيت، ما بعرف إذا سمعت بالقصة يمكن؟ إيه سمعت. هن واخدين الشباب بتقلوا لسلمان تبع الجراج كان واقف برا انه الشباب معهم ضو الاخضر نعمه وعبد الله وسيدنا بتعمل له هيك. قصد عنك انت؟ ايه قصد عبد الله خير ونعمه سرور. ما هيك بيا لميسا وكل تحري خاص مشان يعرف مين عمل هيك ببنته. وصل لاستنتاج التحري انه يمكن نعمه وعبد الله هن ورا كل شيء. ليش مرتك بدها تأذيك؟ لأنه بدي طلقها. ليش بدك طلقها؟ ما صار لكم زمان مجوزين؟ ما اتفقنا. سيدنا ما بحبها، كانت غلطة. ما بدي أعيش بقى بالكذب. نحن صارنا فترة طويلة شاكين بعبد الله ونعمة، مش بس بقضية ميسا، كمان بجرائم تانية في احتمال كتير كبير إنه يكونوا هني وراها. واللي بعد ما شديتون؟ بعد ما قدرنا نلاقي أدلة كافية على تورطهم. بعدين شكلهم انهم هربانين هلا عم نفتش عليهم. هربانين؟ ايه. على كل حال انا رح ارجع حقق مع روبرتا وجرب افهم منها شو علاقتها فيهم على المزبوط. يمكن يكون عندها معلومات تفيدنا بالنسبه لمكان وجودهم. سيدنا شو ناويين تعملوا فيها؟ بالمبدا في حلين، يا بتقعد بالحبس يا بنبعتها على المصح وبتبقى تحت المراقبه، وهيك كمان بتتعالج وبتتحسن، بالنهايه القرار لك، انت بتقرر شو بدك تعمل. أنا بدي طلق. مركي بنبعتها تتعالج. مرحبا بشا. أهلين سلمان. كيفك؟ منيحة. جبت لك السجن. لا الكلام شو؟ لا يكشف لك على شريط الموتير لسا مردوبة ولا لا؟ إذا عم يوصل لك 5 أمبير أو ما عم يوصل لك 5 أمبير، لأنه غسالتك مش عم تمشي مش هيك؟ أنت أكيد غسالتك مش أوتوماتيك، لأنه إذا أوتوماتيك أكيد ما راح يحملها. لا لا. مش اوتوماتيك ابدا، هي جوا بالمطبخ فوت شوفها اذا بدك. تفضل تفضل. رح شيك عليا وشيك اكثر. مش اوتوماتيك. لجوا لجوا، ايه هونيك. سلمان ميرسي كثير، انا عم بعزك معي. لا ما تقولي هيك. اذا بتقولي هيك ما بعرف بشتغل لك. طيب بتشرب قهوه ولا ما بدك تتاخر على الجراج؟ لا ما في مشكله. بعدين ما في اترك الكهربشي عندك لوحده. طيب تفضل اقعد لكنت عملت قهوه. أو بتعرفي عنا شيء؟ لا حكيت الصبح بس ما ردت علي، ما بعرف إذا ضحى حكيت معها. بشرفك يا ريت بتلفي لضحى بتستفسري منها شيء، قلبي عم بيغلي عليها، مشغول بالي كثير عليها ولو. يب سلمان هون؟ خليك قاعد ايدك كبيرة بدون ما توقف، وين بعتي مثل الشباب اللي بيحترموا الستات بيفوتوا بيوقفوا، يا ريتك قاعد عنا بالبنية بدل ما تكون بس جراج بوجنا. جبت لك ايه طمنيني. you
ايه رشا؟ طنط سميرة هي عندي وعم تسأل على آية إذا حكيتيها. أنا حكيتها الصبح بس ما ردت علي. ولا أنا، بعدني ضهرة من الشغل، هلأ برجع بجرب بحكيها. طب إذا حكيتيها وردت عليك ردي لي خبر. أوكي أوكي باي. إيه شو بقى هيدي التانية كمان؟ ضحى امي صارت دقت لي شي 20 مره وضحى ورشا كل العالم دقه. انا بقول امي صارت تكرهني هلا اكثر من قبل. ما بتكرهك بس اخذي فكرة غلط عنك. مش وحدة. ايه بس امي غير شي. بدك تعرفيني عليها؟ انت ما بدك؟ بلا اكيد. بس انا بدي اياها تكون موافقة وراضية 100% عن عرسنا. انت اللي بدك اياه بصير. انت حبيبتي واللي بدك اياه. من ايمتى صارت الموسيقى مسموحة عنا بالبيت؟ فيروز مش موسيقى. فيروز حالة استثنائية مثل علاقتنا. تعالي مروس. عجب بدك ترقص؟ بدي ارقص. نسيت تليفونك هلا وخلينا نطلع نحن. لازم نطلع العالم البراني شي نوع. يوما ما. غير انه في كتير اشارات بتثبت تورطهم بهالجرايم، انت اكثر الناس بتعرف ميلهم للتطرف والمبالغه. بيتهيألي اذا في خيط بيربط كل هالجرايم ببعضها في حال كانوا هن مرتكبينها هو الاخلاق. طيب رح سلم معك انه نظريتك مزبوطه وكل هالجرايم هن جرايم قتل. كيف بتفسر لي خطف وقتل دينا بدران وسلوى سعد؟ قضيه دينا بدران مرتبطه على الارجح باشاعه كانت طالعه عبي انه عم يدق فيها. وبعتقد انه خطفها بالاساس هو مشان تيقصصوا له. بيخطفوا البنت وبيقتلوها تيقصصوا بيا؟ ليش ما قتلوا له ساعتها مثل ما قتلوا غيره؟ ما عندي جواب. وسلوى سعد؟ بركي سلوى سعد هي من الاساس ورا خطف بنتها وقتلها. يمكن هي اللي شغلت عبد الله ونعمه مشان يخطفوها ويقتلوها لحتى تقبض بوليسه التامين على الحياه. اذا عبد الله ونعمه فاتحين شرطه اداب على حسابهم، معقوله يقتلوا بنت بريئه تيقبضوا قرشين من امها؟ لا لا ماني مع هالنظرية ابدا، وبعدني مصر انه طارق بدران له مصلحة الأكبر بقتل مرته. وغلطت بس صدقت الحجة يلي اعطيتك اياها صاحبته. ما بحياتك تصدق مرة وانت عارف انه قلبها رح يكون مع حدا تاني. مرة إذا بتحب حدا بتضحي بحياتها تتخلص له حياته. بعرف انه هالحكي بيجرحك شوي نظرا للظروف الشخصية اللي كانت تربطك بهالبنت بالذات، بس هالشيء ما بيمنع انه ما كان المفروض تضعف قدامها وتصدقها على صحة السلامة. مش مهم إذا أنا بصدقها أو لا. المهم إنه هي مصرة على إفادتها ومستعدة تروح فيها على المحكمة. إيه بس بهالوقت كان فيك تخليه بالحبس لإجا وقت محاكمته. وما بتعرف يمكن البنت وعي ضميرها وغيرت إفادتها وخبرت الحقيقة. بس هلا تركتهم هو وياها يرجعوا لبعضهم. مين بيعرف يمكن بكره يتجوزوا. ساعتها ما بتغير رأيها لأنه صارت مرته، فهمت علي؟ تخلى عنا أكثر من 6 أشهر وبقيت تحبه. وقبل عرسنا بجمعة واحدة. أول ما حسيته بخطر خربت الدنيا كلها وراحت وقفت حده. صدقني عميد لو تركته بالحبس كانت رح تضل عنده. وكانت رح تشغل الدنيا كلها وتجيب له أحسن محامي لحتى تثبت براءته. وكانت ضلت رايحة جاية لعنده على الحبس. ما دام عارف هيك عشو رايك انت تتجوزها؟
على كل حال انا اعطيته خبر لاستاذ جلال انه نحن كمشنا القاضيه، فما في داعي انك تحرجنا قدامه للزلمه. فاذا انت مقتنع انه هن المجرمين المضبوطين لاقيهم بسرعه. واضح؟